نواب 1972 إلى الطائف وعدوا بشيء قبل السفر ونكثوا بالوعد وهم هناك. كانت المعركة معركة سيادة واستقلال، فأعادوها إلى العنوان الداخلي وسمحوا للخارج بأن يفرض تسوية يرى كثيرون أن اللبنانيين لا يزالون يدفعون ثمنها إلى اليوم. أيها اللبنانيون، قرارنا تحرير جنوبنا واسترداد سيادتنا على كامل أرضنا وفقاً لما نصت عليه القرارات الدولية الخاصة بالمشكلة اللبنانية وعلى أرضنا الحرة. نحن قادرون على تحقيق وفاقنا الراسخ على مبادئ العدل والحق والمساواة، ولسنا بحاجة إلى وصي أو نصير يدعي حماية بعضنا ضد بعضنا فيما هو يذل أهلنا ويستنزف ثرواتنا ويغتصب سيادتنا. حركت حرب التحرير الرأي العام اللبناني سواء في لبنان أو في عالم الانتشار، وولدت حال لبنانية جذبت أنظار الداعمين كما المعرقلين. شقيقان نحن عربيان بكل ما في الأخوة من محبة وكرامة، ولكن لكل منا بيته وحريته ومقدساته وخصائصه. شقيقين نريد أن نبقى، وحد الكرامة أخوتنا، وسيف السيادة على أرضنا حكم فيما بيننا. أما التفاوض والتحاور فلن يكونا أمام فوهة مدفع شقيق أو صديق أو عدو. ووفاقنا نحن قضية لبنانية لا تحتاج مدفعاً سورياً أو غير سوري لتحقيقه. وبعد تشكيل لجنة سداسية عربية عرفت بلجنة المساعي العربية الحميدة واقتصرت على وزراء خارجية، كان لقمة الدار البيضاء التي عقدت في المغرب في 23 أيار 1989 أثر أساسي في مسار الأزمة. ففي إطار القمة فشل الملوك والرؤساء العرب في جمع الرئيسين العراقي صدام حسين والسوري حافظ الأسد، ولا سيما بعدما طالب الأول الثاني بسحب جيشه من لبنان. فكانت خلاصة القمة الاستغناء عن اللجنة السداسية لمصلحة أخرى ثلاثية ضمت الملك السعودي فهد بن عبد العزيز والملك المغربي الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، وكلفت القيام بالاتصالات اللازمة لدعوة النواب اللبنانيين إلى اجتماع يقر وثيقة إصلاحات سياسية خارج لبنان إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن مهلة 6 أشهر. وبناء عليه شكلت القمة المذكورة الحجر الأساس لاجتماعات مدينة طائف السعودية التي عقدت بعد أشهر وأثمرت اتفاقاً بات يعرف باسم اتفاق الطائف. من أبرز ما طبع تلك المرحلة بالنسبة إلى اللبنانيين، شكل ما صدر عن قمة الدار البيضاء تقدماً في مكان قابله تراجع في مكان آخر. التقدم المذكور عبر عنه الحؤول دون الاستئثار السوري بالملف اللبناني من خلال تشكيل لجنة لا تضم الرئيس السوري. أما التراجع فبرز من خلال تحويل الاهتمام إلى الإصلاحات الدستورية بدل تحقيق انسحاب القوات غير اللبنانية من لبنان. الثلاثاء المقبل في رأس الدولة. أيها اللبنانيون، لقد شبع شعبنا الصابر إذلالا، وملت أرضنا المقدسة احتلالا، وحق لهما بالحرية والسيادة والكرامة، وكل التضحيات رخيصة من أجل الشعب، من أجل لبنان. عاش لبنان!